السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور أشرف الهلالي. إن شاء الله النهاردة عندنا حلقة أو محاضرة مهمة جدا، وقصة هنحكيها، قصة إن شاء الله تكون شيقة ليكم، ونحاول بيها إن احنا نوضح المرض بتاع النهاردة استكمالا للحلقات السابقة اللي متابع معانا بترتيب الحلقات. احنا بنتكلم عن الستاف اوريوس والمشاكل اللي هي بتعملها. اتكلمنا عن 5 امراض او 5 حالات في الحلقات السابقة. النهاردة هيكون معانا حالة جديدة من الحالات او الامراض اللي بتسببها الستاف اوريوس، وهيكون عنوانها الانفكتيف اندوكارديتس. نكتب كده مع بعض. هتبقى دي رقم 6 عندنا، الانفكتيف اندو كارديتس. طيب ايه هي القصه دي بقى، وايه كلمه انفكتيف واندو كارديتس، وايه الجمله الكبيره دي؟ زي ما عودتكم ان احنا بناخد الامراض بطريقه بسيطه ونبتدي نبسطها بطريقه جميله. طيب احنا مبدئيا كده خلوا الاسم ده على جنب كده، هيفسر نفسه لما نيجي نشرح القصه بتاعتنا. احنا قصتنا النهارده هتكون عن واحد اسمه حماقه المدمن. حد يقول لي مين حماقة ده؟ هقول لك اكيد لازم يكون في واحد اسمه حماقة، يعني هو مدمن، يعني مدمن مخدرات. هتقول لي طب انت جبت الاسم منين؟ يعني اقول لك اللي يدور يلاقي. يعني في واحد اسمه حماقة، طبعا طالما مدمن لازم يبقى اسمه غريب شوية. اسمه حماقة، وحماقة ده مدمن ومدمن مخدرات. وزي ما احنا شايفين حماقة ده كل يوم كده يجي يحقن نفسه بشوية مورفين بي عن طريق السيرنج اللي احنا شايفينها دي. طبعا حماقة ده معهوش فلوس، يعني دي دراج اي في، دراج انترافينوس، وبيحقن نفسه بالمورفين كل يوم كذا مرة بالسرنجة دي. طيب السرنجة دي بيغيرها؟ لا ما بيغيرهاش، بيستخدمها كل مرة، كل مرة يجي يحط شوية مورفين فيها ويحقن نفسه بنفسه، وبيستخدمها كذا مرة. وممكن حماقة ده يديها لواحد تاني، الواحد تاني ده يستخدم نفس السرنجة ويحقن نفسه بيها، فبالتالي ممكن تلم البكتيريا معاها. فالبكتيريا بتبقى موجودة جوه السرنجة وتبتدي تخش جوه الدم زي ما احنا شايفين كده، وتخش فين؟ تروح البلد. تمام. يبقى اول الخطوات بتاعتنا واحد مدمن اسمه حماقة ده كل يوم الراجل ده بيجي مدمن بيخش على نفسه بالسرنجة، يدي لنفسه مرة ومرتين وتلاتة. السرنجة من كتر ما بيستخدمها أو خدها من حد تاني بيحصل لها تلوث بالستاف أوريوس دي. خلينا نكتب هنا برضو دي الستاف أوريوس بتاعتنا. دخلت كده معاه في الدم، نبتدي نشوف ايه اللي بيحصل. طبعا البكتيريا لما بتخش تسبح في الدم، وبعدين بتروح تتركز في مكان معين. ايه هو المكان المعين ده؟ اللي هو القلب. تمام. يبقى خلينا كده نرجع ناخد هنا، ده عندك انت هنا في سرنجة. السرنجة دي فيها البكتيريا بتاعتنا،
اللي هي الاستاف اوريوس ابتدت تخش دم blood vessels ده blood vessel دخلت جوه دم. هنا خلينا نسحب السرنجة لجوه. دخلت جوه الدم راحت بعد كده على القلب لو ده القلب عندنا القلب عندنا بينقسم لنصين هنقول ده الرايت مثلا يعني وده الليفت. هي لما بتيجي تسيب بتسيب الجزء الرايت بتسيب الجزء الرايت فين في الفالفز بتاعته وهنشرح ايه الفالفز اللي هي بتسيبها دلوقتي. لما بتسيب الفالفز بتسيب جزء معين او نوعين معينين من الفالفز اللي هي الترايكاسبيد فالف والبولمونري فالف وهنشرحهم دلوقتي نوريها لكم بصور بحيث ان احنا نوضح الموضوع اكتر زي ما اتعودنا في المحاضرات بتاعتنا. بس انا عاوزكم تعرفوا ان هي بتسيب الجزء الصمامات الفالفز اللي هي بتبقى في الرايت سايد. وقلنا الرايت سايد فالفز بيبقى منها حاجتين اللي بتصيبهم الفالفز بتصيبهم عندنا الترايكاسبيد تراي كاسبيد فالف وعندنا الفالف التاني اللي هي بتصيبه اللي هو البولموناري فالف. تمام يبقى كده دي اساس الشغل بتاعنا. قلنا ان هو عندنا زي ما قلنا بيسيب الجزء الرايت فالفز اللي بتبقى موجوده عندنا لحد كده كويس. احنا كده ماشيين كويس. طيب عاوزين نخش على حته تانية وبعدين نربط القصه بتاعتنا. كلمه اندوكارديتس هنا المقصود بيها ايه؟ لو نشوف الرسمه دي بتاعتنا بعض هنا في الرسمه دي كده في عندنا ده القلب بيتكون من اساسا الطبقات بتاعته من 3 طبقات هنتكلم عليهم من جوه لبره. الطبقه اللي هي الداخليه اللي هي الصغيره اللي احنا شايفينها دي خلينا نعملها لكم بلون تاني اوضح عندنا اللي هو اللون ده الاصفر. وبتبقى دي الاندوكارديوم ودي الطبقة عندنا اللي بتتصاب في الحالة بتاعتنا بتاع المرض بتاعنا. وبتيجي تاني طبقة بتبقى لبره شوية يعني او في الوسط بتبقى طبقة كده موجودة في الوسط عندنا اسمها مايوكارديوم. وفي الطبقة اللي هي بتبقى الخارج اللي اسمها ايبيكارديوم. ايبيكارديوم يبقى انا اللي يهمني هنا عندي اللي هي الجزء اللي هو اللي بالاصفر ده اللي هو الاندوكارديوم لان هو ده اللي بيعمل لي مرض اندوكاردايتس. قلنا ان احنا بتبقى في اي حاجة عبارة عن التهاب دي بمعنى inflammation يبقى infective. هنا مقصود ان في بيحصل vegetation او vegetation عن طريق البكتيريا vegetation هنا مقصود ان هي بتيجي البكتيريا vegetation تعشش على الصمامات سواء كانت الترايكاسبيد او البولموناري فالف التعشش البكتيريا اللي هي بتاعتنا هنا الاستاف اورسي او استاف اورياس. فالاستاف اورياس بتيجي تعشش على الفالفز دي في الناحيه الرايت. يبقى تعالوا هنا نتكلم كده
يعني رتب كلامنا تاني. انفكتيف اندوكارديتس مقصود بيها ان عندنا شخص مدمن. الشخص المدمن ده ان هو مدمن مورفين، بيستخدم السيرين بتاعته، هو دراج ابيوز. دراج ابيوز يعني مدمن سرنجاتي، يعني بياخد مورفين او بياخد نوع من الادمان يعني اللي هو مدمن عليها، وبيبتدي يستخدمها. بتلم بكتيريا عندنا الاستاف اوريس وبتخش في الدم. بعد ما بتخش في الدم تروح زي ما احنا شايفين هنا الناحية اللي هي الرايت، وبتبتدي تعشش وتعمل فيجيتيشن، بكتيريا فيجيتيشن على الرايت فالفز بتاعتي. لما بتعمل كده بتبتدي تعمل مشاكل في الفالفز، وبعد كده ده بيؤدي في الاخر اللي يعمل اندوكارديتس اللي هو التهاب انفلاميشن بيبقى في الطبقة الداخلية من طبقات القلب. طيب عشان نوضح برضو الرسمة بتاعتنا وتفهموا الموضوع اكتر، هنيجي نشوف الرسمة هنا على القلب. هنا ده القلب بتاعنا، لو جينا قسمناه نصين طول كده هيبقى يتقسم لي هنا في جزء هيبقى ده الرايت بتاعنا وده الليفت برضه. طيب هنا في اللي بيحصل عندي هنا في زي ما احنا شايفين في قلنا في نوعين من الفالف، في الترايكاسبيد فالف وده بيبقى موجود هنا، وفي البولموناري فالف وده بيبقى موجود هنا. طب ايه القصة بتاعتهم؟ القصة بتاعتنا ان بيحصل ان في عندك حاجة اسمها فينا كافا، ده فيزل كبير المفروض ان هو بيلم لي الدم الغير مؤكسد ويبتدي يدخله في الرايت اتريوم. قلنا هنا لو في المفروض اتصاب الشخص نفسه البكتيريا ودخلت الدم عن طريق ان هو دراج ابيوز، بتبتدي ان هي تخش في الرايت اتريوم زي ما احنا شايفين كده، وتبتدي تعدي من الترايكاسبيد تروح على الرايت فينتريكل. طيب ايه اللي بيحصل وهي بتعدي هنا؟ تبتدي البكتيريا تعشش، تعمل حاجة اسمها فيجيتيشن، تبتدي تعشش هنا وتعمل لي فيجيتيشن. الفيجيتيشن ده مشكلته في ايه؟ المشكلة ان انت عندك لما الدم المفروض ان هو بيخش من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل، المفروض عشان يبتدي يطلع من الصمام بتاع البولمونري ويسحب يروح على الرئة، المفروض ان هنا ده بيقفل جامد عشان يمنع رجوع الدم، وبالتالي كمية الدم اللي تبقى موجودة هنا تقدر تتضخ وتطلع في البولمونري. اللي بيحصل ان لما بيحصل فيجيتيشن هنا عندنا ان البكتيريا تبتدي تعشش، فبتخلي الفالف ده ما بيقفلش قفلة كاملة. يعني المفروض ان هو بيجي ده الفالف بتاعنا، المفروض ان هو لما بيبقى عشان يضخ من الرايت فنتركل اللي فوق بيبتدي ده يقفل هنا كده، يقفل جامد كده، فلما بيقفل جامد هنا كده بيمنع الدم ان هو يحصل له ارتجاع، ويبتدي كل الدم اللي هنا يبتدي يتضخ في الرايت. لكن اللي بيحصل هنا ان بيفضل الباب موارب، زي ما الباب بدل ما بتقفله كده بيفضل موارب، وبالتالي لما بيجي يضخ الدم من رايت فنتريكل للبلمونري بيحصل شويه دم بيعملوا ارتجاع. الارتجاع ده احنا بنسميه بيبقى حاله مرضيه اسمها مارمر، وده بيتسمع عن طريق سماعه الطبيب لما بيجي يكشف على القلب بتاع الشخص نفسه، وبتبقى من العلامات المميزه للمرض بتاعنا اللي هو الانفكتيف اندوكارديتس. طيب بس كده لا، ده عندي كمان البكتيريا لما بتيجي تروح مش بتعشش بس على الترايكاسبيد عندي، لا دي بتروح كمان على البولموناري، وان هي تبتدي تعمل برضو تعشش عليه وتعمل نفس القصة، تخلي الباب موارب بتاعه، وبالتالي يحصل عملية ارتجاع والدم كله ما بيطلعش بكميات اللي هي المفروض يطلع بيها عشان يروح على الليفت ويروح على الرايت بولموناري. طبعا مع الانفكشن اللي حصلت دي طبعا شيء طبيعي، لو قلنا دي من علامات الواحد. رقم اتنين عندنا الوايت بيسيز برضو اكيد بيعلى بطريقة كبيرة نتيجة الإصابة. رقم ثلاثة مع الوايت بيسيز بيعلى لازم يبقى فيه انفلميشن بيعمل لي فيفر، والمرمر زي ما احنا قلنا بيبقى من العلامات المميزة للقصة دي. طيب احنا اتكلمنا عن كل حاجة وما اتكلمناش
عن البكتيريا. البكتيريا لما بتيجي تعمل تعشش وتعمل المشكلة دي مش هي اللي بتعملها. احنا متعودين، احنا قلنا ان البكتيريا بتفرز توكسين، والتوكسين ده في الغالب هو اللي بيعمل المشكلة. هي البكتيريا قلنا ان هي عششت فخلت الفالف ما قفلش بالطريقة اللي هي الطبيعية اللي بيقفل بيها. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان هي افرزت توكسين. التوكسين ده بيبوظ الباب ده او بيبوظ الفالف اللي هو موجود ده. طيب هو اسمه ايه التوكسين بتاعنا؟ التوكسين بتاعنا، خلينا نرجع للانفكتيف انتوكارديتس في البداية خالص. التوكسين بتاعنا اللي بتفرزه البكتيريا اللي هي الستاف اوريوس في الحالة دي اسمه سايتوليتيك توكسين. سايتوليتيك توكسين اسمه ايه؟ سايتوليتيك توكسين. ومن اسمه سايتو يعني خلية، وليتيك يعني تحليل، بيعمل لايسيس دي الخلية، يعني بيعمل ايه؟ بيكسر الخلايا، تكسير الخلايا. فلما بيكسر الخلايا بيبوظ الفالف اللي احنا قلنا عليها، بيبوظها لي، فبيخليها ما بتقفلش قفلة كاملة وتبتدي مواربة، وبالتالي بيعمل لي حاجة اسمها مرمر، اللي هو ارتجاع بالعربي كده، ارتجاع الدم يعني، اللي بيعمل لي صوت لما الطبيب بيبتدي صوت مميز كده. مرمر بيبقى مميز، طبيب بيقدر يعرفه لما بيكشف بيه السماعة بتاعته. يبقى نيجي نلخص القصة كده. انا عندي لسه فاكرين معايا اسم حماقة المدمن ده، حماقة المدمن. الراجل ده كان دراج ابيوز، دراج ابيوز، حقن نفسه كتير، ابتدى في الدم، ابتدت البكتيريا تخش الدم. بعد ما ابتدت تخش الدم راحت على القلب، لو قلنا ده الرايت وده الليفت، جت هنا ترايكاسبيد فالف، وهنا في الحتة دي لو هنقول اللي هو الحتة دي كده البولموناري اللي هو بيبتدي يضخ بعد كده البولموناري فالف، وابتدت تطلع توكسين. التوكسين ده ابتدى يعشش هنا في الترايكاسبيد ويبوظ الفالف بتاعي، وبرضه يعشش هنا في البولموناري ويبوظه زي ما احنا شايفين كده، وابتدى يعمل لي مشاكل. مشاكل اللي هي المرمر، الصوت اللي احنا قلنا عليه الارتجاع، بيعمل لي انفكشن وايت ديسيز بتاعه، بيعمل لي ايه تاني؟ بيعمل لي فيفر، ودي بقى دي العلامات المميزة. وفي النهاية بيعمل لي اندو كارديتس، وقلنا الايتس دي المقصود بيها انفلاميشن، واندو اللي هي الطبقة الداخلية للقلب، المبطنة للقلب. هي دي الفكرة بتاعتنا بتاعت حماقة بتاع سترنجات. أتمنى إن أنتم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، وإن شاء الله تابعونا في الحلقات السابقة والحلقات القادمة، لأن لسه عندنا البكتيريا بتعمل مشاكل. تابعونا وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك على أساس إن شاء الله تستمر القناة بيكم وليكم، وإن شاء الله أشوفكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الدكتور أشرف الهلالي.